هذا ما تؤمن به أسرة قناة الحياة. نؤمن أن الكتاب المقدس هو كلمة الله، وهو الكتاب الوحيد المعصوم للإيمان والأعمال. كل الكتاب هو موحى به من الله، ونافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر، لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. نؤمن أن الله أعلن ذاته في أقانيمه الثلاث: الآب والابن والروح القدس. والأقانيم الثلاثة واحد في الجوهر، ومتساوون في الأزلية والقدرة والمجد، ومتحدون اتحادا تاما وكاملا ومطلقا، ومتميزون بغير انفصال. نؤمن أن يسوع المسيح هو ابن الله، الكلمة المتجسد، وهو الطريق الوحيد إلى الله. نؤمن أن يسوع المسيح جاء إلى الأرض لكي ينقض أعمال الشيطان، سفك دمه الكريم على الصليب ومات ليفدي الإنسان. فقد مات المسيح ليقوم ويكسر شوكة الموت وسلطان الخطية، ثم صعد إلى السماوات وفتح لنا أبوابها لميراثنا الأبدي. وهكذا استرجع للإنسان خلوده ورده إلى مقام أسمى من سابق عهده. نؤمن أن الخلاص هو هبة مجانية من الله للإنسان. لا نحصل على هذه الهبة بالأعمال، وإنما بالإيمان بيسوع المسيح وحده، على أساس أنه الله المتجسد والفادي والمخلص الوحيد من الموت الأبدي. نؤمن أن الولادة من الروح أو الولادة الثانية هي أمر أساسي لجميع البشر لنوال الخلاص الأبدي، وتتم عبر التوبة والاعتراف والإيمان بيسوع المسيح، وينتج عنها نوال الحياة الأبدية. نؤمن بمعمودية الماء. نؤمن بمعمودية الروح القدس. نؤمن أن تنفيذ وصية المسيح بنشر الأخبار السارة وتلمذة الذين يقبلونه هما من أولويات واجبات الكنيسة. نؤمن بالقيامة العامة من الموت وبالمجيء الثاني للرب يسوع المسيح منظورا إلى الأرض ليدين الأحياء والأموات. نؤمن بحياة الدهر الآتي، والمؤمنون يضيئون في ملكوت الله إلى أبد الدهور. آمين.